السلام عليكم ورحمه الله، معاكم محمد سامي. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الغير الابيض. اتكلمنا عن الغير الابيض في حلقات كتير واستخداماته الحقيقه كتير جدا في الهاند ميد، لكن النهارده عايزين نسلط الضوء على الغير الابيض في الاستخدامات المنزليه البسيطه. اول حاجه اقدر استخدمه في عمليات اللصق، طبعا يعني لزق الورق او طبعا لزق الخشب، هو مفيد جدا وعملي جدا في لزق الخشب. الحاجه الثانيه اقدر استخدمه في ان انا اسد الشقوق، يعني لو في حته مثلا في البلاط في السيراميك حته فيها شق صغير كده او فتحه صغيره، ممكن بالغير الابيض من غير ما اخففه ممكن ابدا احط كميه من غير الابيض وابدا اسد الفراغ ده. واخيرا ممكن استخدمه كطبقه حمايه لاي رسمه مثلا على الخشب، لذلك بيسموه كتير جدا في فنون الديكوباج. واجمل حاجه في الغير الابيض ان هو سعره بسيط جدا، بيتباعته من كيلو وربع كيلو ونص كيلو لغايه كيلو، من الحاجات اللي موجوده في كل البيوت وليها استخدامات كتير جدا في المنزل. اتمنى المعلومه تكون كانت مفيده لحضراتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه. السلام عليكم.